إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قد رغب الإسلام في الزواج بصورة متعددة للترغيب، بل بصور متعددة للترغيب، فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء وهدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم، فيقول سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وتارة يذكره في معرض الامتنان فيقول سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وأحيانا يتحدث عن كونه من آيات الله تعالى فيقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا الزواج داعة
دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، ليل ونهار، شمس وقمر، ضياء وظلام، إلى آخر الأشياء. قد يتردد المرء في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاطلاع بتكاليفه، وهروبا من احتمال أعبائه. ونحن نعلم أن الذي يظن ذلك يرى بعد الزواج أن الذي كان يصرفه بمفرده يزيد عنه مع زوجته، فيلفت الإسلام نظرة، أي عندما يخاف من الفقر فيلفت الإسلام نظرة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر. فيقول سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيامى منكم، والأيامى جمع أيم، وهو الذي لا زوجة له أو التي لا زوج لها. قال العلماء: لماذا خص الله تعالى الصالحين؟ قالوا: حتى يحفظ عليهم دينهم، لأن الذي ليس بصالح لا يحتاج إلى الزواج. وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث حسن كما في صحيح الجامع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، أي العبد الذي يدفع نجوما أي أقساطا لسيده من أجل أن يحرر نفسه، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. ومعنى يريد العفاف أي الذي يريد أن يحصن فرجه. أما الذي يقول لابد أن آتي بكذا وكذا، والمرأة التي تقول لابد أن أكون مثل قريبتي فلانة وكذا وأكثر، هؤلاء لا يدخلون في العفاف مع مراعاة الكفاءة، ومع مراعاة أنها تكون يعني كما يقال مثل أقاربها أو كذا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: والناكح يريد العفاف. والناكح الذي يريد العفاف أي يريد أن يعف نفسه. ولذلك قال العلماء في شرح الحديث في تحفة الأحوذي، أو جاء في شرح الحديث بصفة عامة: إذا رأيت واحدا من هؤلاء أي الثلاثة، سواء كان المجاهد أو كان الناكح أو المكاتب إلى آخره، إذا رأيت واحدا من هؤلاء الثلاثة فأعنه بطائفة من مال أو قال أو حال، فإنك إذا أعنتهم فأنت نائب للحق في عونهم، أي لله سبحانه وتعالى. فإنه إذا كان عون هؤلاء حقا على الله، فمن أعانهم فقد أدى عن الله تعالى ما أوجبه على نفسه، فيتولى كرامته بنفسه. فما دام المجاهد مجاهدا بما أعنته عليه فأنت شريكه في الأجر ولا ينقصه شيء. وإذا ولد للناكح ولد صالح، كان لك في ولده وعقبه أجر، وأقر به عين محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ويدخل في ذلك
الأب الذي ييسر تكاليف الزواج ولا يشق على الزوج ولا يرهقه ويكون من الصالحين. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا الأب الذي يطبق ذلك فهو أيضا يكون نائبا عن الله سبحانه وتعالى، ويتولى الله تعالى كرامته بنفسه. أيها الإخوة المؤمنون، وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية، وليست بيقظة، أن يتبتل وينقطع عن كل شأن وكل شيء من شؤون الدنيا، فيقوم الليل ويصوم النهار ويعتزل النساء ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان والإسلام، فيعلمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته ومغاير لدينه، وأن سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من حاول الخروج عن هديه صلى الله عليه وسلم فليس له شرف الانتساب إليه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلة، كأنهم تقالوها يعني عدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال في موارد الظمآن: اعلم أن الزواج هو أهم مقومات الحياة والمتمم للوظائف الحيوية والحافظ للجماعة البشرية من الانقراض والزوال بإذن الله تعالى، وأساس لتقدير المرء في الأمة. فإن الإنسان يعاملون الرجل المتزوج على خلاف العزب، وقوامه وجود الإلفة والتحابب والاحترام والتوقير بين الزوجين، وبه يحصل التعاون والتعاضد والتآلف والتآزر بين الأسر المتناسبة بسبب ما تم بينها من المصاهرة المقربة للبعيد والمحببة للقريب والمدنية للأجنبي. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ندب الله تعالى إلى الزواج، أي في غير آية من كتابه سبحانه وتعالى، ومنها ما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب يدعوهم إلى الزواج والمبادرة إليه متى كان قادرا على مؤن الزواج ونفقاته: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والحديث صحيح، ومعنى الباءة على أصح الأقوال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قيل هو الجماع، وقيل مؤن الزواج، والصحيح هو الأول، لأن الذي عنده مؤن الزواج وليست عنده القدرة على النكاح فلا يغني عنه الصوم، بل لا يطلب منه الصوم. إذن
القدرة على النكاح، أي من ناحية الشهوة. ولذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب يدعوهم إلى الزواج والمبادرة إليه متى كان قادرا على مؤن الزواج ونفقاته، وكان به طرقان إلى النساء حتى لا تزل به القدم في كبائر المعاصي فتقوده نفسه ويغريه شيطانه فيقع فيما لا يحل من الموبقات، والموبقات أي المهلكات، فيقع فيما لا يحل من الموبقات والذنوب المهلكات. فإن للشباب فتوة ونزوة تدفع الشاب إلى إطاعة شهوته وتقهره على إرضائها بدون أن يبالي بسوء مغبة أو حسنها. وكم جر ذلك، أي الشهوات التي تكون بسبب الحرام، وكم جر ذلك من ويلات وأعقب من أدواء استفحل فيما بعد شرها وعم ضررها وأصبحت ملاقاتها عسيرة وتدارك أخطارها في غير الوسع والطاقة. وكم من شاب أغرته شهوته واستعبدته لذته فآتى نفسه من الذنوب والمعاصي حظها وأروى من الموبقات غلتها، فكان عاقبة ذلك ضياع الثروة والافتقار بعد اليسر والمال العريض، والذلة بعد الجاه والعزة، والضعف بعد القوة والصحة الشاملة، وانتابته بعد نضارة شبابه العلل والأسقام، وصار حليف الهم والغم والسهاد، يعني الأرق، ينام على مثل شوك القتاد، وهو شجر له شوك، قد أقض مضجعه وذبلت نظرته وتنكرت له الحياة بعد إقبالها، وكشرت له الأيام بعد ابتسامها أنيابها، وذلك بما قدمت يداه. وهذا الإنسان الذي يقع في الحرام ولم يبادر بالزواج، فكان أصحابه أي بعد يحبونه، والآن صاروا ينفرون عنه بعدما كان قرة أعينهم وموضع الغبطة والسرور. ولقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة المبادرة إلى الزواج بعد القدرة والاستطاعة بأنها تحصل الفرج عن الوقوع في المحرمات وملابسة ما يغضب فاطر الأرض والسماوات ويزري بالشرف والكرامات. وإن المبادرة تدعو إلى العفة وغض البصر عن المحرمات. أضف إلى ذلك أن المبادرة في الزواج تمكن المرأة بإذن الله تعالى إذا رزقه الله أولادا من تربيتهم والقيام بشؤونهم وإعدادهم لمستقبل حياتهم وجعلهم رجالا صالحين مصلحين ينفعون أنفسهم وأمتهم، ويجعل منهم عمادا لها وقوة يرهب بهم جنابها وتقوى شوكتها وتحفظ هيبتها وكرامتها، ويدفع من يريد إذلالها واستعبادها. لذا قارن بين المتزوج وغير المتزوج، تأمل في حياة المتزوج عندما يفاجئه مرض أو تنتابه نائبة وعنده زوجة صالحة، كيف يكون محاطا بعطفها وقيامها بخدمته، نائما على فراش الراحة والهناء، محفوفا بإذن الله تعالى بأسباب الصحة والرفاهية، وبجانبه زوجته تخفف آلامه وتسليه وتؤنسه وتقوم بخدمته وتضمر الخير له. وعلى العكس من ذلك، فارجع بنظرك إلى العزب في حالة مرضه، في حالة يأس وقنوط وندم على ما فرط منه. لماذا؟ وذلك بسبب عدم اقترانه بزوجة صالحة وقرينة ناصحة تكون له خير معينة وأفضل مساعدة على نوائب الدهر وأنكاده. فقد فقد العزب العطف والرأفة به والراحة والقيام بتمريضه وحوائجه الكثيرة
في أشد الأوقات وأحرجها وأضيق الساعات، وكان في حالته المحزنة كالغريب النائي عن وطنه وأقربائه وأصدقائه يتمنى ويتلهف على أحد يتصدق عليه بشربة ماء أو نحوها. وأما الإبطاء عن الزواج حتى يتقدم في العمر فصاحبه على خطر، فقد لا يستطيع تربية أولاده لضعف قوته وعجزه عن تحصيل ما به حياتهم وتوفير أسباب السعادة لهم، وربما اخترمته المنية فيتركهم كزغب القطا، وهو نوع من اليمام، فيتركهم كزغب القطا مهيض الجناح، يعني مكسور الجناح، يعني يكونون مكسور الجناح، أيتام لا يقدرون على التخلص من الأكدار والأنكاد. زد على ذلك أن الإبطاء في الزواج يزيد كثرة الفتيات العانسات ويفوت عليهن زمن نظرتهن وجني ثمارهن، وليس لهن قوة على دفع الشهوة كالرجال، فربما تطغى عليهن ويسلكن طرق الغواية والفساد. وهناك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى من اختلاط الأنساب وانتهاك حرمة الأعراض وتمزيق ثوب الحياء والاستهتار بما يزيل الكرامة ويذم الشرف والعزة ويقضي على الإباء والمروءة والنخوة. وإن مما يؤسف له أشد الأسف من انصراف الشباب وإعراضهم عن الزواج إعراضا تاما، ظنا منهم أن حياة العزوبة ألذ وأهنأ حملا وأخف كلفة من الزواج، مع أنهم مخطئون في عملهم شاذون في رأيهم، لأن التزوج سنة المرسلين، سنة المرسلين كما يقال. والعجيب أن من نهى عن الزواج لم ينتهي، فقد يقول بعض الناس لا أتزوج حتى أنتهي من كذا دراسة كذا وأحضر كذا وكذا، والعجيب أن من نهى عن الزواج لم ينتهي هو. أيها الإخوة المؤمنون، فبذلك نعلم أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، كما تقدم الحديث. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء. وقال: من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وقال ابن عباس لرجل: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام أحببت أن أتزوج حتى لا ألقى الله عزبا. ومن أقواله رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وتزوج الإمام أحمد رضي الله عنه في اليوم الثاني من وفاة امرأته وقال: أكره أن أبيت عزبا. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله نسمة تسبحه وتذكره. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حسن، رواه الترمذي وابن ماجة كما في صحيح الجامع. قال الطيبي: تكن فتنة في الأرض وفساد، يعني خروج عن حال الاستقامة النافعة المعينة على العفاف. تكون فتنة في الأرض بعد ذلك وفساد عريض أو كبير، يعني المعنى متقارب، يعني أنكم إن لم ترغبوا في الخلق الحسن والدين المرضي الموجبين للصلاح والاستقامة، ورغبتم في مجرد المال والشهادات وكذا،
ورغبكم في مجرد المال والشهادات، يعني يقاس عليه ذلك، ورغبكم في مجرد المال الجالب للطغيان الجار للبغي والفساد، تكن إلى آخره. أو المراد: إن لم تزوجوا من ترضون ذلك منه ونظرتم إلى ذي مال أو جاه، يبقى أكثر النساء بلا زوج والرجال بلا زوجة، فيكثر الزنا ويلحق العار، فيقع القتل ممن نسب إليه العار، فتهيج الفتن وتثور المحن. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. صحيح، رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع. قال المناوي: خير الصداق أيسره، أي أقله، لدلالته على يمن المرأة وبركتها. ولهذا كان عمر ينهى عن المغالاة في المهر ويقول: ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من 12 أوقية، فلو كانت مكرمة، أي زيادة المال في المهر، فلو كانت مكرمة لكان أحقكم بها، أي لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقكم بها. وها هو السعيد بن المسيب رضي الله عنه، له تلميذ يسمى أبو وداعة كما في سير أعلام البلاء. قال أبو بكر ابن أبي داود: كانت بنت سعيد، أي سعيد المسيب من التابعين، كانت بنت سعيد قد خطبها الخليفة عبد الملك لابنه الوليد فأبى عليه. خطبها عبد الملك، أي الخليفة، لابنه الوليد فأبى عليه، فلم يزل يحتال عبد الملك عليه حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف. قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني يوما، فلما جئته قال، يعني تخلف عن درس العلم، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. الآن إذا رجل توفيت زوجته حتى وإن كان قد تزوج حديثا، لابد أن يغير الفراش، ولابد أن يغير غرفة النوم، ولابد كذا ولابد كذا. وهذا من أساليب الجاهلية. كيف والفراش جيد والبيت جيد؟ يقولون بتلبيس إبليس: لا تنام ابنتنا على فراش نامت عليه عروسة من قبل أو عروس من قبل. وهذا الكلام باطل. انظروا ما الذي حدث لأبي وداعة مع شيخه السعيد بن المسيب. انظروا إلى هذا الجمال، انظروا إلى رجال الإسلام الذين كانوا على الفقر وفتح الله بهم مشارق الأرض ومغاربها. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني يوما، ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال: هل استحدثت امرأة، يعني تزوجت؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا 2 أو 3؟ قال: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد علّه، بالطبع لابد أراها إياه ونظر إليها كذا، ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 2 أو قال 3. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، فصليت المغرب وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر. ماذا كان عشاؤه؟ فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا. فإذا ببابي يقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، فخرجت فإذا سعيد،
فظننت أنه قد بدله، يعني رجع في كلامه وندم ويريد أن يرجع في أمر الزواج. يقول أي أبو وداعة رضي الله عنهما، يقول أبو وداعة يقول: فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، فخرجت فإذا سعيد فظننت أنه قد بدله، فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك. فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، يعني أحكمت إغلاقه، ثم وضعت القصعة، أي التي بها الخبز والزيت، ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران، أي لابد أن يكون هناك إشهار، فرميت الجيران أي ناديتهم، فجاءوني فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرتهم ونزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام. فأقمت 3 ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق زوجي. فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن المسيب، يعني كان يصلي، فلما أراد أن ينصرف من أجل أن يذهب إلى مجلس سعيد كي يتعلم، فقالت له: اجلس أعلمك علم السعيد، اجلس أعلمك علم السعيد. يقول: فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن المسيب، ثم أتيته وهو في حلقته فسلمت، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، يعني تفرق. فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان، يعني ابنته العروس، ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو السعيد بن مسيب، أراد أن يشتري رجلا، ولا يمنع أن الإنسان إذا رأى رجلا صالحا أن يفعل ما فعله شعيب عليه السلام على الصحيح مع موسى عليه السلام، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أيها الإخوة المؤمنون، لم يقم بكتابة ما يسمى القائمة، هذا أمر مخالف للإسلام، وإن أفتى من أفتى، فإن الإسلام أي نص على أن الزواج إيجاب وقبول ومهر وإعلان، والأساس أن الرجل هو الذي يقوم بتجهيز البيت، أي بتجهيز الأثاث، فإن أعانه أهل الزوج أهل الزوجة فلا شيء في ذلك. لكن بعض الناس يجلسون ويقول الرجل الذي ليس برجل: أنتم عليكم كذا وأنا علي كذا. يقول حسن البصري: إذا قال الرجل ما الذي عند المرأة فاعلموا أنه لص، إذا قال الرجل ما الذي عند المرأة فاعلموا أنه لص. والله تعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كانت المرأة هي التي تساهم وهي التي تقوم بتأسيس البيت، تقوم يعني وهي التي تقوم بأثاث البيت بالثاء، يعني بتجهيز البيت، لسوى الله تعالى بينها وبين الرجل،
في الميراث، وهذا أمر مخالف للشرع، ولكن الناس عندما يشددوا يشدد الله عليهم. إذن أمر القائمة ليس من الإسلام في شيء، وهو أمر قانوني يحبس به الرجل في أقل شيء. أضف إلى ذلك، لو أن هذه المرأة طلقت وقد أباح الله تعالى ذلك لكن بالحق، أو أنها توفيت، ما الذي يحدث؟ هل لابد أن يأتي بأثاث جديد إلى آخره؟ علّه كان قد سافر والآن في سن لا تسمح بالسفر، علّ أباه قد أعانه والآن لا يملك، علّه كذا علّه كذا. إذن أمر القائمة هذا أمر مخالف للإسلام. من أجل هذا والله والله لقد كثر الطلاق بسبب أمر القائمة، وكثيرا ما نجلس في مجالس صلح والله يكون السبب الأول فيها هو القائمة. بعد ذلك لا تستصغر ابنتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عقد على عائشة رضي الله عنها وعندها يعني وعندها 6 سنوات، وبنى بها أي دخل بها وعندها 9 سنوات، فالزواج نعمة ورحمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. حديث حسن وهو في صحيح الجامع رواه البيهقي. قال العلماء: فليتق الله في النصف الآخر، جعل التقوى نصفين، نصفا تزوجا ونصفا غيره. قال أبو حاتم: المقيم لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه، وقد كفي بالتزوج أحدهما. بعد ذلك هناك بعض الأمور التي يفعلها الناس في الزواج. أولا مسألة الدبلة، هذه ليست من السنة، وإن كانت من خشب للرجال حتى ولو فضة، لأن الله تعالى يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أما الدبلة فيقول عند أهل الكتاب: باسم الأب والابن والروح القدس، وضعون الدبلة إله واحد آمين. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 19 امرأة، أي 13. لو كان هذا الخاتم بسبب الزواج كان يحتاج إلى هذا العدد من الأصابع، أي إلى 3 فوق 10 من أجل ذلك، ودخل ب11 وجمع بين 9 صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك البدع التي يقلدون فيها الكفار، كما هذه الأشياء نعرفها عن طريق الأهل. كيف؟ الذهب، لا يلبسون الذهب إلا بعد نهاية الفرح. ما هذا؟ إنما يلبس في بداية الزواج. ثانيا يأتي الرجال الذين لا غيرة لهم ولا حياء لهم، ويجعلون هذا الرجل الشيطان، الرجل الشيطان يخترق بين النساء ويلبسها هذه الشبكة. أيها الديوث، كيف تسمح لرجل يرى نساءك بهذه الكيفية؟ كيف تسمح لرجل يرى نساءك ويفعل هذه الكيفية؟ إذن هذا الأمر أمر عجيب. بعد ذلك هذا الأمر من ناحية الذهب، يعني يتقي الله تعالى الإنسان، يتقي الله تعالى الإنسان فيما يستطيع، ولم يحرم الإسلام، لم يحرم الإسلام أن يزيد المرء في الذهب. إذن الذهب، القائمة. بعد ذلك من النقاط مسألة الثياب. كيف المرأة في الزينة تتزين أمام زوجها بنوع معين، وتتزين وتجلس أمام محارمها بنوع معين. بعض النساء في الأفراح تتزين أكثر من العروس. سبحان الله، عل هذه المرأة العروس قليلة الجمال، كيف تجرؤ المرأة على ذلك وتؤذيها؟ إنما المرأة إذا زادت ذهبت إلى الفرح، يعني تذهب بثياب محتشمة تكشف شعرها كذا وتستتر وهكذا، كي لا تؤذي يعني هذه العروس. ثانيا أن العين تأتي، خاصة من أمور الطلاق يضعون العفش على السيارات أمام الناس، ويقع الحسد ويقع البلاء. المفروض أن هذه الأشياء تكون في الليل،
مستترة دون أن يراها أحد لا بهذا الأسلوب. إذن بعض النساء تأتي في الأفراح وتتزين أكثر من العروس، سبحان الله، كما قلت على هذه العروس قليلة الجمال، والله ليس، والله ليس بالشكل وإنما بالتقوى أولا. من لم يجملها الحياء والإيمان لا جمال لها أبدا والله. أضف إلى ذلك الآن هناك بعض المحاميل تصور، فقد تصور امرأتك وأنت لا تدري وهي عارية وهي تلبس هذا اللبس مع النساء، نعم، ولكن قد تصورها بعض الفاسقات. إذن يحترز الإنسان. بعد ذلك هذه المرأة أيضا الرجال كما أن بالنسبة لهم ما يسمى بالفاحشة أي فعل قوم لوط، النساء لهن ما يسمى بالسحاق. هناك امرأة ترغب في امرأة والعياذ بالله. إذن المرأة عندما تذهب للفرح تذهب محتشمة، وكما قلنا في البنطال فتوى اللجنة الدائمة يحرم على المرأة أن تلبس البنطال الضيق أمام أبيها أو أخيها أو عمها أو خالتها أو أمها أو أختها، ولا تلبسه إلا أمام الزوج فقط. ما بالكم إذا لبسته في الطريق وفي الشارع أمام الأجانب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك لا نتكلم عن الأفراح التي ملئت بالمعاصي، علومة بالمعاصي، ويبنون هذا الزواج بلبن، أي طوب اللبن، لا يقول لبن، اسمه في اللغة اسمه اللبن هكذا، ويبنون زواجهم بلبن خبيث. كيف أيها الإخوة المؤمنون؟ الزواج كالمسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ناهيك عن هؤلاء الذين يؤذون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان إذا دخل على قوم بينهم النائم واليقظان كان يسلم سلاما، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يقول السلام عليكم، المستيقظ يسمع والنائم لا يستيقظ من صوته. إذا كان إيذاء الناس بالقرآن حرام، ما بالكم بإيذائهم بالمعاصي؟ أضف إلى ذلك ما نسميه بالزفة الشيطانية. بعض الناس يكونون كالنساء ويغنون رجال ويغنون ويسمونها الزفة الإسلامية، وهي والله الذي لا إله إلا هو ما هي إلا زفة شيطانية. الرجل يغني، من الذي يدفع عن البلاد؟ الرجل يغني، وإنما متى يجوز غناء الرجال؟ في الحرب وأيضا عند البناء كأصحاب المعمار، ولكن بشرط أن لا يكون هناك وصف من الرجل لامرأة، ولا من امرأة للرجل، ولا من أحدهما المخنث، كما اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أثناء العمل. فإن سجلت ما يباح في الوقت المباح ثم استمعت إليه في غير وقته فهو محرم، لأنه كان مباحا في وقت معين كالعيد من ناحية، وقد تكلمنا عن ذلك من قبل، كغناء البنات الصغار في الأعياد بالشروط التي ذكرناها الآن، ولكن لا يسجل ويسمع بعد ذلك. إذن هذه الزفة تسمى الزفة الشيطانية. بعد ذلك يذهب الرجل، يذهب إلى أماكن اللهو والفساد، وفي الصيف يذهب إلى أماكن الشواطئ ويقضي أسبوعا أو شهرا هناك. مثلا هذه أوقات المصايف هذه، لو أنك ذهبت في الشتاء في البرد ما يكون هناك أحد فهذا جائز، لكن تذهب في وسط هذا الفساد لا، عليك أن تقر في بيتك أو تذهب إلى مكان ليس فيه معاصي إلى آخره. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون ما يسمى بالنقطة. النقطة المفروض أن الإنسان إذا تزوج يعانه كهدية، ولكن لا تنتظر. أما إذا أعانك وانتظرتها ويسمى بالنقطة فهذا هذه دين، يعني إذا لم يذكر لك أنها هدية أو ممكن بلسان الحال يوحى إليك أنها هدية، فإذا لم يتبين أنها هدية فهي دين عليك، ويكتبون كذا وكذا وكذا. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون كثير من الناس كما قلنا يستصغر ابنته ويقول إنها صغيرة، وهي ليست بصغيرة كما علمنا الآن، حتى تنتهي من الدراسة ثم بعد ذلك بعد الثانية والعشرين
تظل تفكر بعد أن فاتها الأمر. فالمرأة التي تتزوج صغيرة لا تكبر، يعني لا تعجز بسرعة أبدا. لماذا؟ إذا تزوجت صغيرة. أما إذا تزوجت كبيرة فإنها تكون على العكس من ذلك. ما الذي يمنع أنك تزوج ابنتك، تزوج ابنتك أي حتى وإن كانت في الدراسة ثم تكمل بعد ذلك؟ لا مانع، لكن تعطلها. والعيب في الآباء أن الأب ينسى أنه كان عزبا، ينسى أنه كان عزبا، ولا يسارع في تزويج ابنته، ولا يسارع في تزويج ولده. إذن أيها الآباء اتقوا الله في الشباب، ولا ينظر الواحد إلى الآخرين، فإن هذه الغيرة مذمومة. لا تنظر إلى من هو فوقك، وانظر إلى من هو تحتك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. إذن لابد من المسارعة في الزواج، وكل ما قلناه في الزواج ينطبق على الزوجة الثانية وغيرها، لأن كثيرا من الناس، وقد بينا ذلك من قبل وإن قدر الله أن نتكلم عن ذلك في خطبة مستقلة، أن الزواج في أقسامه سواء كان حلالا أو حراما أو مستحبا أو واجبا أو مكروها، والحلال هو المباح، أقسام الزواج الخمسة تنطبق على الزوجة الثانية وغيرها. لأن كثيرا من الناس زين لهم الشيطان بأساليبه، سواء كان ذلك من قبل شياطين الإنس أو من قبل شياطين الجن، أن هذا نقصا في المرأة إن تزوجت رجلا متزوج. سبحان الله، هل هناك أفضل من عائشة رضي الله عنها؟ هل هناك زوجة كانت محببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: ثم من؟ قال: أبوها. قيل: ثم من؟ فعد رجالا، ومع ذلك تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أنه كان يكرهها؟ أبدا، وإنما هو من تلبيس إبليس. فها هو الصيف قد أقبل، فاغتنموا الأوقات في تزويج الشباب، والأب هو الذي يسارع في تزويج البنات، وهو هذا التزويج. أنت لا تشدد حتى لا يشدد عليك الزوج، وعليك أن تعلم أن التقوى هي الأساس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.